تنظيمي وهناك رهان مستقبلي. الرهان التنظيمي هو انتخاب قيادة جديدة، رئيس جديد ومكتب تنفيذي جديد ليتولى المسؤولية خلال الأربع سنوات المقبلة. والرهان المستقبلي فيه تقييم لحصيلة هذه الأربع سنوات، وأيضا تقييم للمخطط الذي اعتمد منذ 2006، واستشراف المستقبل بتوجهات وأولويات استراتيجية جديدة للمستقبل ديال الحركة ولمستقبل أفضل. عن هذه المرحلة السابقة شهدنا فيها أحداث كبيرة على المستوى السياسي. حركة توحيد الإصلاح بقيت وفية لخيارها في إطار التمايز بين الدعوي الحركي والسياسي الحزبي، وهي تحافظ على استقلالية قراراتها واختياراتها ومناشطها وأعمالها. صحيح هذه الأحداث أثرت على المغرب ككل، ومن بينها أثرت على حركة توحيد الإصلاح، خصوصا وأنها تربطها علاقة شراكة وتعاون مع حزب العدالة والتنمية. ولكن الحركة قلت نظرا لهذه الاستقلالية فإن هذا التأثر لم ينل لا من أعمالها ولا من أنشطتها، ولم يؤثر على قراراتها، ولم يحل دون أدائها لمهامها. فيما يخص الشراكة لم تنقض يوما ما، وإن كان تمر بكل مرة بظروف وأحوال، لأن هذا القرار اتخذ سنة 2004 من طرف مجلس شورى الحركة بناء على تقييم للمشاركة آنذاك وللآفاق المستقبلية، وأيضا في إطار الصيغة التي اعتمدناها التمايز بين الدعوي والسياسي مع استقلالية الهيئتين. وإذا كانت ستراجع فيجب أن تخضع لنفس المسطرة. صحيح أن كان هناك تقييم، كان هناك نقاش سخن خلال هذه المرحلة، ويعني احتد بشكل كبير مع الأحداث التي تعرفون، ولكن المستقبل أكيد أن هذه القضية، قضية العلاقة مع حزب العدالة والتنمية ومع أطراف أخرى كانت تربطنا بها علاقات إما قريبة أو بعيدة، خضعت لتقييم ولتحليل وستخضع لمراجعة في المستقبل بناء على هذا التقييم، وأيضا بناء على استشراف أدوار الحركة الإصلاحية في المستقبل. في المرحلة القادمة ينتظر بعد المصادقة على المشاريع المقدمة أن تركز الحركة على ثلاثة ديال الأولويات الأساسية. أول قضية وأول توجه يتعلق بكل ما يرتبط بتجديد العرض الإصلاحي والتربوي الدعوي لحركة توحيد الإصلاح، لا سيما وأن الحركات الإسلامية بعد يعني هذه السنوات الطويلة وهذه العقود من العمل تحتاج إلى تجديد في مناهجها، ولا سيما في مقاربتها لعدد من القضايا المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد علمي وفكري، وأيضا تحتاج إلى حضور في المجال الرقمي الذي أصبح اليوم هو الوسيلة الأساسية للتواصل. أيضا تحتاج إلى حضور أكبر، ليس فقط حضور يعني احتجاجي، ولكن حضور بنائي اقتراحي ترافعي تدافعي في قضايا المجتمع، سواء تعلق الأمر بالقيم الإسلامية للمجتمع، بمناهضة التطبيع، تعلق الأمر بالمجال يعني القضية الوطنية وقضايا الأمة العادلة، وكذلك بعض القضايا ذات المنحى إما الحقوقي أو الاجتماعي وغيرها. ثم البناء الداخلي الذي يحتاج إلى تدبير جيد سواء للموارد البشرية أو الموارد المالية للحركة، وتطوير ذلك والتأهيل التربوي والتكوين لتخريج أعضاء رساليين يشتغلون سواء داخل حركة توحيد الإصلاح أو في مختلف مناشط المجتمع. وجهنا الدعوة لضيوف من الخارج وضيوف من الداخل. ضيوف الخارج تعرفون نركز دائما على البعد الإفريقي والبعد المغاربي، ووجهنا دعوات لعدد من الإخوة سواء في موريتانيا أو السنغال أو غامبيا أو السودان أو غيرها من الدول أو ليبيا أو تونس. وعلى المستوى الداخلي وجهنا الدعوة لعدد من الهيئات بما فيها حزب العدالة والتنمية، ووجهنا الدعوة لأمينه العام الأستاذ عبد الإله بن كيران للحضور، وطبعا هو عضو مؤتمر لأنه هو عضو في الجمع العام الوطني لحركة توحيد الإسلام.